خلينا نسأل أول سؤال، ليه ممكن القرار إن إحنا نستقل لوحدنا؟ في ناس بتاخد القرار ده عشان هي عايزة تعيش لوحدها كنوع من أنواع الاستقلال، الاعتماد على النفس أو الهروب من ضغط الأهل والتحكمات. طبعا في شكل من أشكال الحرية الشخصية، وده بقى سبب قوي جدا الأيام دي، جملة أنا عايز أعيش حر نفسي. في ناس تانية بتاخد القرار ده غصب عنها، مجبر أخاك لبطل، دراسة في محافظة أو في بلد تانية، أو فرصة شغل في محافظة تانية أو بلد تانية. وزي ما قلنا في أول الحلقة، فكرة الاستقرار الاستقلال ليها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. تعالوا نتكلم الأول في الجانب الإيجابي. طيب قبل ما نتكلم في الجانب الإيجابي، ممكن ناخد مكالمة ونبتدي نتكلم على الجانب الإيجابي. مساء الخير. مساء النور مستر عصام، زي حضرتك؟ أهلا وسهلا. نهى. تمام نهى، زي حضرتك؟ زي حضرتك، أخبارك دايما؟ أشكرك. بخير. إيه رأيك في موضوع حلقة النهاردة؟ والله هو جميل وجديد، بس إحنا للأسف ما عندناش ثقافة الاستقلال دي أعتقد، يعني لحد كبير، يعني على الأقل لما بتكلم طبعا في يعني الغالبية، ما اعتقدش ان احنا في المجتمع الشرقي بتاعنا عندنا ثقافة الاستقلال دي، الا لو كان يعني حد مضطر فرصة شغل، يعني بحسها اضطرار اكتر يعني. بس انا من وجهة نظري الدنيا اتغيرت شوية. طب من وجهة نظرك لو عندك ولاد هترضي ان هم يستقلوا؟ انا عندي بنوتة، ومش استقلال، بظروف الكلية بتاعتها هي في محافظة تانية، فعشان كده بقول لحضرتك هو اضطرار اكتر يعني. لكن لو انا املك طبعا يعني القرار، لا مش هخليها تستقل عندي. انا دايما بقول ان المكان بناسه، فاحنا مرتبطين بناسنا، مرتبطين ببعض كعيله يعني، بتكلم برضو في الاغلبيه للمجتمع المصري عامه يعني. بس حضرتك يعني شايفه الفرصه او التجربه ازاي؟ قدرت تقيم التجربه ازاي؟ فرقت معاها؟ فرقت في حياتها؟ فرقت شويه في حته الاعتماد على النفس. اوكي كويس. انها بتسافر بقى، تتحرك دلوقتي، تسافر تركب اي حاجه، مش مضطره مثلا عربيه او حاجه، لا بتتصرف. اول خطوه بتتعرف ايجابيه في الاستقلال هي الاعتماد على النفس. بالزبط. الشباب بالزبط اللي بياخدوا الخطوه دي بيتعلموا يعتمدوا على نفسهم، وده مستحيل يحصل وهم عايشين وسط اهلهم خالص، لان طبعا يعني ممكن تكون مرحله، طبعا هم بيتكلوا على الاهل في كل حاجه جداً، جدا. ماما بتجيب الشاي لغايه السرير. خالص حضرتك، وماما تشيل الكوبايه بعد ما تبقى جايه تشيل بالظبط كده، حطت ايديها يعني. عندك حق. لكن هي الميزه الوحيده ان طبعا حته الاعتماد على النفس، وانا يعني ارشحها كمرحله من المراحل، لكن مش بشكل دائم يعني، ما عندناش الثقافه دي. طب حضرتك تابعينا بقى عشان انا هقول لك مميزات كمان. اتفقنا؟ خلاص. اشكرك واتمنى دايما تبقي مطمنه على بنتك. مبسوطه جدا جدا يعني. اشكرك. كلمت حضرتك. اشكرك جدا. شكرا دايما. ميرسي. باي باي. مع السلامه. البنات اللي بنشوفهم عايشين لوحدهم دلوقتي بقوا اجمد طف. الاعتماد على النفس علمهم يتعاملوا مع مواقف جديده وصعبه. محدش بقى بيعمل لهم حاجه، ولا بيوديهم ولا بيجيبهم. وتاني حاجة كمان، واجهت المشاكل واكتساب خبرة التعامل مع المشاكل، اتعلموا يفكروا، وبقى بيواجهوا المشاكل بالتفكير وبشوية حكمة. يعني يبتدوا ياخدوا لحظة كده ويرجعوا لورا كده ويفكروا بالراحة كده، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ شخصيتهم هنا بتتطور بسرعة، يعني بياخدوا خبرة اسرع من الطبيعي. ده ممكن أسميه اكتساب مهارات، مهارة من مهارات الحياة، التغلب على العقبات، المواجهة، ودي نقطة مهمة جدا، بيتعلموا يواجهوا، التعامل بشكل أفضل مع الفلوس. ما خلاص ما بقتش سايبة، يعني في بادجت محطوطة وفي رقم محطوط وبنفكر فيه وفي مصاريف كتيرة، ولو الفلوس خلصت هتبقى مشكلة. في نضج بيحصل فعلا في التعاملات المادية. تالت حاجة، اتخاذ القرار.
ومش بس كده، ده كمان سرعة اتخاذ القرار، بيبقوا ساعتها ما عندهمش الفرصة ان هم يرجعوا ياخدوا رأي حد، في اوقات بياخدوا القرار بنفسهم وفي ساعتها في لحظتها.